بسم الله الأب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحتفل الكنيسة النهاردة باليوم الثاني لعيد الغطاس أو لمعمودية الرب يسوع، وعشان كده تلاحظوا أن قراية إنجيل النهاردة تبدأ بكلمة وفي اليوم التالي، اللي هو اليوم اللي ما بعد معمودية السيد المسيح له المجد، وكأن دي أحداث ما بعد المعمودية. واللي حصل في اليوم الثاني معمودية السيد المسيح انه بدأ التلاميذ يتبعوا السيد المسيح، وفي تبعيتهم للسيد المسيح علمونا دروس في ازاي نمشي ورا المسيح. احنا كلنا زي ما احنا عارفين، احنا كلنا تلاميذ للمسيح، كل مسيحي هو تلميذ للسيد المسيح له المجد، لكن يجوز مش كلنا تلاميذ بالحقيقة، او مش كلنا تلاميذ زي ما المفروض التلميذ ان هو يكون. من خلال إنجيل النهاردة نقدر نفهم يعني إيه تلمذة للمسيح، ويعني إن كنت تلاميذ السيد المسيح له المجد. بدأ إنجيل النهاردة باثنين من تلاميذ يوحنا المعمدان، أندراوس وتلميذ آخر. التلميذ الآخر ده هو يوحنا الحبيب نفسه الكاتب الإنجيل، بس كان دايما يحب إن ما يكتبش اسمه ويكتب التلميذ الآخر أو التلميذ الذي كان يسوع يحبه. فكان أندراوس ويوحنا الحبيب تلاميذ ليوحنا المعمدان. فلما يوحنا المعمدان عمد السيد المسيح وشافه تاني يوم، قال شاور عليه وقال هو ذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم. ولما سمعوا كده راحوا تركوا يوحنا المعمدان وتابعوا السيد المسيح له المجد. وهنا نتعلم درس مهم في التلمذة، وهو التلميذ ما بيتعلقش بأشخاص لكن بيتعلق بشخص السيد المسيح له المجد. يعني تلاقي حد يقول أنا بسمع لأبونا فلان بس، أو أنا تبع أبونا فلان في الخدمة، أو تبع الخادم الفلاني، أو بسمع الترانيم الفلانية، أو ليا في مرتبط بفلان ده هو بس عشان أقدر أسمع له في خدمته، لكن ما فيش حد تاني. ولو فلان ده هو أو الخادم ده هو أو أبونا ده هو قرر يعني يغير مكان خدمته، أو يتنقل من مكان لمكان، أو يجوز يعني يغير شكل خدمته، فالشخص اللي بيتبعه ده هو يعصر ويتلخبط وما يبقاش عارف يعيش كتلميذ. والمشكلة كانت في أن الشخص ارتبط بالخادم ما ارتبطش بالمسيح، كان تلميذ للخادم ما كانش تلميذ للمسيح. ودي خطر بنتعرض ليه كلنا، بخاصة في كنيستنا اللي علمتنا التلمذة وعلمتنا الأبوة، نرتبط بالمعلم ما نرتبطش بالمسيح له المجد نفسه. ودي حاجة بينبهنا ليها هنا أندراوس ويوحنا، ترتبط بالمسيح له المجد. ويجوز درس للخدام اللي بيخدموا، ما تربطش الناس بيك او ما تربطيش الولاد بيكي، اربطيهم بالسيد المسيح له المجد، لان انت لو غبتي او تعطلتي عن الخدمة ما يطلعوش بره الكنيسة وما يسيبوش المسيح، يرتبطوا بالمسيح له المجد مش بشخصك. بص حد زي إليشع تلميذ إيليا، ارتبط إليشع بالرب، كان ماسك في إيليا خالص لكن مرتبط بالرب. فلما إيليا ربنا بعت له مركبة نارية عشان تاخده للسماء، لقينا إليشع مرتبط بربنا، كان ما حصلش حاجة، ارتبط إليشع بربنا وخدم بنفس القوة وباثنين من روح إيليا، وقدم نفس المينستري أو الخدمة اللي كان إيليا بيقوم بيها وبيقود بيها شعب الله ناحية التوبة. يبقى واحد عايز تبقى تلميذ حقيقي، ارتبط بالمسيح، خلي ليك علاقة مباشرة بالمسيح له المجد. نتعلم على معلمين كثيرين ونرتبط بخدام كثيرين قادونا في طريق البر وفي طريق التقوى وفي طريق معرفة المسيح، لكن ما نرتبطش بيهم على قد ما نرتبط بشخص السيد المسيح له المجد اللي فيهم، أو نرتبط بشخص السيد المسيح له المجد ما نرتبطش بأشخاص. الدرس الثاني علمه لنا التلاميذ النهاردة، لما تركوا يوحنا وراحوا ورا السيد المسيح قالوا له أين تمكث؟ قل لنا أنت قاعد فين بالضبط؟ فقال لهم كده تعاليا وانظرا، تعالوا شوفوا. فراحوا للمكان اللي هو قاعد فيه، يقول رأيت إنجيل النهاردة يقول إن هم ذهب هناك ومكثا معه، قعدوا معه
وده درس مهم لينا كلنا كتلاميذ لربنا. اللي يحب يبقى اسمه تلميذ حقيقي للمسيح يحتاج يقعد مع المسيح كل يوم. كتير مننا يدعى علينا اسم المسيح، او البعض مننا يجوز يدعى عليهم اسم الخدام في الكنيسة، لكن ما بيقعدوش مع ربنا، لا يمكثوا مع المسيح. المسيح يقول له تعالى وانظر، وهو اللي عايز يجي ولا عايز ينظر، يقول ما عنديش وقت، مش فاضي، انا عندي شغل وعندي اسره وعندي اكل وشرب ومورجج وفلوس وحاجات كتيره شغلاني، ويجوز حد عنده تسليه وفيسبوك وسوشيال ميديا، وحد مرتبط بهابتس وحشه وخطايا وغيره، وقليل اللي بيمكث مع الرب. التلميذ الحقيقي يحتاج ان هو يتعلم يقعد مع ربنا. لو اليوم ربنا مدينا فيه 24 ساعة، فلو وفرنا منهم نص ساعة القعدة مع ربنا، ده احنا مش بنوفر كتير على فكرة. وده مش فرض او obligation او order، يعني ان انت محتاج تعمله، بس ده طبيعة التلميذ ان يعمل كده، لان من غير كده انا وانت ما احناش تلاميذ. نحتاج ندي شوية وقت نحكي فيه مع ربنا، نفتح كتاب المقدس، نسمع كلامه، نرتبط بشكل جدي، نلتزم بأن احنا يكون لنا وقفة قدام ربنا كافية لأن احنا نشبع منه ونمتص من قوته ومن محبته ومن لطفه، ونتتلمذ ليه، نطبع صورته جوه قلوبنا وجوه أزهرنا. كتير مننا آسف يعني أقول إن احنا ندعى مسيحيين أو خدام، لكن ما فيناش صورة المسيح، لأن ما بنقعدش معاه كتير في الشغل زي الباقيين وأكتر وأوحش. أنا آسف ما أقول كده، في التعاملات مع الآخرين، اللي بيكره واللي بيحسد واللي بيغير واللي بينم زي الباقيين بالظبط. حدش فينا، أنا أخطيت يعني، مش كلنا طبعا، لكن كتير مننا ما فهمش صورة المسيح، لأن ما بيقعدش كفاية مع المسيح، ما بيطبعش الصورة جواه، لا في قراءة الكتاب المقدس ولا في القعدة الشخصية ولا في صلاه المزامير، ما بيعملش كده، مش حاسس ان دي حاجات مهمة بالنسبة له، فلا يمكث مع الرب. والتلميذ الحقيقي يمكث مع الرب، يقعد معه. لما قرروا يبقوا تلاميذ للمسيح قالوا له أين تمكث؟ وتلاحظوا ان كل تلميذ لابد انه يلازم معلمه. كنا لسه متكلم دلوقتي على إليشع وإليه، وفكروا في واحد زي يشوع وموسى، فضل يشوع تحت رجلين موسى طول الوقت لغاية ما موسى مات. ولما لما موسى مات ربنا قال ليشوع كده، هو خلاص كما كنت مع موسى أنا أكون معك، لا أهملك ولا أتركك. بس حابب أشوف في يشوع المكوس مع سيده، قاعد مع معلمه طول الوقت لغاية ما معلمه مات، وأصبح لأنه كان تلميذ صح أصبح المسيح نفسه هو معلمه، وقال له كده كما كنت مع موسى هكون معك. يبقى واحد عايز تبقى تلميذ حقيقي، علمنا إنجيل النهاردة، ارتبط بالمسيح شخصيا ما ترتبطش بأشخاص. واثنين، عايز تبقى تلميذ حقيقي، امكث مع المسيح، اقضي وقت معاه كل يوم. وبعد ما التلاميذ دول مشوا مع ربنا، واحد منهم اللي هو اندراوس قال لا اروح اشوف اخويا بطرس. راح نادى على بطرس اخوه، قال له تعالى وجدنا المسيح، لقينا المسيح. وجاب بطرس، وبطرس بدا يبقى هو كمان تلميذ للمسيح. وبنفس الطريقه قرينا في رايه النهارده ان السيد المسيح راح دعا فيلبس، وفيلبس ما عادش كتير، وراح نادى على نسنائيل، واصبح نسنائيل او بارثلماوس تلميذ للسيد المسيح له المجد. وده بيقول لنا ان محدش من تلاميذ السيد المسيح ينفع يمشي لوحده، لازم يجيب حد معاه، لازم يجيب حد في ايده كده يوديه السماء، يوديه للمسيح. ما ينفعش تكون ماشي مع المسيح وانت ايسوليتد او لوحدك كده في حالك وخلاص. التلميذ الحقيقي يجرجر أو يجذب ناس للمسيح له المجد من خلال سلوكه، من خلال كلامه، من خلال خدمته. مشغول بأنه يجيب ناس للمسيح، اللي مهتم بس بنفسه خلاص، نفسه
يجوز ما يكونش لسه تلميذ حقيقي، لأن في غيرة بتتحط في قلب كل تلميذ، أنا عايز زي ما أنا استمتعت بحضور المسيح في حياتي وبخلاص اللي قدمه لي وبحياة الأبدية اللي موفرها ليا، مش عايز حد يهلك من اللي حواليا، مش عايز حد يهلك من دايرتي الكبيرة الصغيرة أو دايرتي الكبيرة، أي حد بشوفه عايز أجيبه للمسيح. لما السامرية قعدت مع السيد المسيح وانجذبت ليه وقربت منه، أول حاجة عملتها راحت جريت على طول للناس اللي كانوا في البلد بتاعتها، رغم أنهم ما كانوش بيحبوها قوي وكانت سمعتها وحشة في وسطيهم، لكن راحت قالت لهم أنا ما أقدرش أخلي الكنز اللي أنا خدته ده أخليه لنفسي، تعالوا انظروا إنسانا قال لي كل ما فعلت أعلى هذا هو المسيح. راحت على طول كلمت عن السيد المسيح للبلد بتاعتها وكلهم جم، لدرجة ان هم كمان اصبحوا تلاميذ، بس تلاميذ من النوع الصح. فراحوا قالوا لها بعد كده احنا تبعناه مش عشان انت كلمتي معانا، احنا شفناه، احنا قعدنا معاه، احنا ماشيين وراه مش بس بكلامك، بس لان احنا اتعلمنا ان احنا نقعد معاه، ليس بسبب كلامك نعرفه. قالوا لها كده بعد شوية، لأنهم كانوا تلاميذ بالحقيقة زي ما كنا بنتكلم من شوية. لمحة تانية نلاحظها في تلمذة التلاميذ اللي اتقرت علينا النهاردة، أن التلاميذ سمحوا للسيد المسيح أن يغير فيهم. يعني أول ما بطرس جه للسيد المسيح أخذوا السيد المسيح قال له تعالى أنت اسمك سمعان بطرس؟ مش هيبقى اسمك سمعان بطرس، من بعد كده يبقى اسمك صفا أو كيفا، وكيفا يعني بطرس على فكرة باليوناني، وبطرس يعني الصخرة. قال له أنا هسميك الصخرة، مش هيبقى اسمك سمعان مرة تانية، أنت اسمك سمعان مش هيبقى اسمك سمعان مرة تانية، هيبقى اسمك بطرس. وبرضه نلاحظ في ناثنائيل جايب اتيتيود وحش قوي للسيد المسيح، وفيلبس بيقول له تعالى لقينا مسيا، يقول له هو في لقينا مسيا يسوع المسيح الذي هو من الناصرة ابن يوسف. فقال له في حد كويس يطلع من الناصرة، من الناصرة يخرج شيء صالح، بيقول له كده. هو اتيتيود صعب قوي، واول ما تقابل مع السيد المسيح له المجد اتغير ناثنائيل، وراح على طول قال له أنت هو ملك إسرائيل، أنت هو ابن الله. وكأنه بيقول لنا هو وبطرس بيقولوا لنا كده، التلميذ الحقيقي يسمح للمسيح أن يغير داخله، لأن للأسف كتير مننا ندعى مسيحيين لكن ما بنسمعش ربنا يغيرنا. الغضوب يفضل غضوب زي ما هو، وربنا يسمعه في كذا قراية في كتاب المقدس وفي كذا عزة ان ما ينفعش تكمل في اللي انت فيه، وهو يفضل زي ما هو، واللي بتكره وبتغير تفضل بتكره وتغير زي ما هي، رغم ان هي كل يوم يجوز بتقرأ يجوز بتسمع عزات، لكن تفضل زي ما هي مش عايز تتغير. والعيب هنا مش ان ربنا ما بيغيرش، بس احنا مش عايزين نتغير، احنا ملتزمين او متمسكين باللي احنا فيه. فتلاقي ما فيش تغيير كبير في حياتنا، وكتير يروحوا يشتكوا يقولوا احنا مش حاسين ان احنا بنتقدم، ببساطة لان انت مش عايز تتقدم، ببساطة مش عايز يغير فيك. الاناني بيفضل اناني، واللي بيغش في شغله بيفضل بيغش في شغله، وما بنتغيرش. والسبب ان احنا ما بنخضعش ليد السيد المسيح في انه يغيرنا. لو سمح لنا بضيقة عشان يغير فينا نتزمر، لو سمح لنا بموقف صعب عشان ننتبه نقول تخلى عننا، وهو في الواقع بيحاول يغير فينا. ولو قالوا لنا، لو سمح لنا بكلام يتقال لنا نقول ده بيتقال على الكلام ده بيتقال على الناس اللي حوالينا والناس اللي قاعدة جنبنا في الكنيسة والناس اللي معانا في البيت، مش علينا احنا شخصيا، وللأسف ما نتغيرش. التلميذ الحقيقي مفتوح لأنه يتغير، بيخضع نفسه ليد السيد المسيح المتشكله بحسب ما المسيح يراه مناسب ليه أو ليها. عايز تبقى تلميذ حقيقي، اخضع لتشكيل الرب، اخضع لتغيير الرب فيك عشان تحيا كتلميذ المسيح له المجد. يبقى مجموعة دروس اتعلمناهم في التلمذة من تلميذ السيد المسيح النهاردة: واحد، ارتبط بالمسيح له المجد، ما ترتبطش بأشخاص الناس اللي بيشاوروا لك على المسيح،
لأن على ما قد يوحنا ما كان عظيم، شاور بس على المسيح فالناس ارتبطت بالمسيح. واتنين، اقعد معاه أو ارتبط بيه بشكل شخصي بشكل يومي، امكس معاه يعني، اركز كده، اقعد اديله وقت في حياتك. وتلاتة، هات الناس لي، ما تكتفيش بس بان انت بتتبعه او ان انت تلميذ لي. ورابع حاجة، اسمح له ان يغير في حياتك. لإلهنا المجد في كنيسته من الآن وإلى الأبد. آمين.